محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. ثم أن أحب أن أذكر أن الفضل في هذا هو الله سبحانه وتعالى، فله الحمد وله المنة، فلقد أنعم الله علي نعما كثيرة. فالحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده، والله هو الذي منحني العقل والأعين والسمع والفؤاد، وهو ولي التوفيق. فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يتذكر إلا أولي الألباب. وأقر هنا بجهدي للعليم الذي أسأله العلم والحكمة، وهو علام الغيوب ويعلم مثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار، وما من شيء إلا وهو يعلمه. رب اغفر لي ولوالدي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. باسم الخريجين أتوجه بشكر الله تعالى على التوفيق لنا فيما حققناه من تفوق، فله يرجع الفضل كله سبحانه وتعالى، له الحمد والشكر. وأحب هنا أن أشكر الأم، فالأم هي منحة ربانية أعطاها الله لنا، سواء لي أو كل المتفوقين. فالأم منحة أعطاها الله لنا كلنا أجمعين، ونحمد الله على هذه المنة. وأريد أيضا أن أشكر أسرتي السعيدة، أسرتي التي كانت بجانبي طوال هذا المشوار العظيم. وأريد هنا أيضا أن أشكر أسرة الكلية، أسرة أعضاء هيئة التدريس، وما شرفوه لنا من علم عظيم، وما كان لهم فضل عظيم علينا. وأخيرا أريد أن أقول كلمة صغيرة عن رؤيتي في كلية تجارة طنطا. أتمنى بإذن الله أن نرى قريبا علم يقال له صنع في مصر، علم صنع بأيدينا، وأنا بإذن الله هنا أعيد في كلية حتى نقيم هذا بأيدينا وسواعدنا. فالعزة لله جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، واشهد ان لا اله الا انت، واستغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. والان جاء دور الاستاذ الدكتور فاروق رضوان الذي تحمل هذه الدفعه اسمه.